اهلا وسهلا فيكم مجددا شباب. يعني خلينا بدايه نعرف المشاهدين عنكم كل واحد لواحد حتى يحفظوا اسمائكم اكثر. منبلش معك. انا اسمي شانت، احد اعضاء فريق يوتي انوان من العراق، واغني بالجروب وايضا اعزف الدرامز. اخلد اسمي اخلد، اسم صعب طبعا يعني ما مألوف، صعب وقليل، انا اول مره بسمعه. صحيح. وبالفرقه واغني ويعني عندي هوايه عزف جيتار يعني، بس مو انه اعزف بروفيشنال 100%. ان شاء الله بيصير بروفيشنال. تفضل. انا اسهل اسم ارت. اي ارتي مثل القناه. متناسب مع القناه ومع البرنامج كمان مغني بالفرقه واعزف كيبورد. حسن وعازف جيتار ومغني بالفرقه ايضا. على كل حال، هلا الفرقه اسمها يوتي ان وان او انون تو نو وان. بركي ارت بتخبرنا ليه اسمها يوتي ان وان؟ خبرنا قصه هلا التسمية. طبعا اكيد هو الاسم جاي من بدايه تاسيس الفرقه، لما انا وشانت بلشنا بالفريق سنه 2000، كان العالم تنتظر الالفيه الجديده وهيك شيء، فقلنا انا وشانت خلينا نغير حياتنا ونعمل فريق. كنا بوقتها يعني كثير نميل للفرق الغربيه اللي كانت ظاهره على الساحه بوقتها. فمن بلشنا الفرقه اختارينا اسم انون تو نو وان، اللي هي بالعربي اللا معروفين للا احد. اللي يعني كل الناس تعرفهم. كل الناس تعرفهم، هي النفيين يعني مثل خدعه سمعيه. نفيين نفيين اثبات، فيكون معروفين لكل الناس. الاسم حطيناه مثل هدف لنا، يعني انه احنا مجهولين هلا، بس خلي يعني نستمر الى ان يكون كل الناس يعرفونه. فعلى هالاساس خلينا الاسم مثل شعار لنا ودائما نسعى له. وبلشتوا بالبدايه ارت وشانت. ايه يعني بلشنا انا وارت بالبدايه، طبعا ما كانت سهله يعني، اكيد صعوبات وواجهنا صعوبات ماليه عم يعني نسوي فد اغنيه انا وارت. فسوينا اغنيه، سوينا اغنيه بثيناها بالاف ام اللي هي كانت بث اغاني غربيه بوقتها، فاكو مستمعين يستمعون الاغاني الهاي. فقلنا ليش ما ناسس فرقه بها ستراكشر كلش قويه. فدزينا بعثنا رساله او سوينا دعايه بالاف ام، اللي من لديهم موهبه يحب الغناء الغربي، يحب روح المثابره، روح التعاون، لانه احنا كجروب غنائي خمسه، فصعب اللي اذا لازم تكون دائما متسامح، دائما عنده اراده قويه يكمل ويانا. فصدفه حسن هو اللي يستمع بالراديو وهو اللي يقدر يعني يقول لك شلون كفي لنا حسن. بعد. هي يعني كانت صدفه انه سمعنا فتشي انون تو نو بالراديو. طبعا مثل ما انت استغربتي الاسم، احنا نفس الشيء كنا انا واخلد ابن عمي، شنو انون تو نو؟ اسم غريب يعني. فكنا مستمعين لهالاذاعه، فاتصلت بصديقي قلت له شنو هالشباب يعني شنو هالاعلان؟ قال لي فرقه وحكى لي عنهم. فهم كانوا حاطين بالتعرفي ماكو ايميلات وانترنت بوقتها يعني، ما كان هلقى التواصل، فحاطين صندوق بريد. فانا كتبت صندوق البريد وبعثت لهم رساله، والصدفه انه هي اول مره ابعث في حياتي رساله. يعني انا ما من النوع اللي اكتب رسائل. ليه؟ ما بتحب يعني، ما كسول. بس هني طالبين شخص مثابر. ايه تخيل. خبرونا كيف قابلتوا معكم الفرقه. فانا كتبت لهم الرساله وخابرني ارت ورا اسبوع يمكن وصلت الرساله خابرني وسوينا ميتنج. كنت حسن واخلد سوا، حضرتكم اولاد عم. شباب اول ما التقينا بيهم ما كانت مجرد للتسليه يعني، كان هدفهم انه نبدي نشتغل يعني. ودغري بلشتوا بالشغل. بركي اخلد بتخبرنا اول اسطواني كانت من انتاج شخص عنده شخص ببغداد، قلت له انه توفى الله يرحمه، عنده مكتبه اسطوانات، فهو اللي انتج لكم العمل. خبرنا اكثر. طبعا يعني من انضمامنا للفرقه سجلنا سينجل على حسابنا الشخصي، جمعنا مصاري يعني. فسجلنا السينجل وبدا ينبث بالراديو اللي بث اغاني انجليزيه بالعراق. يعني تعرفين الناس اللي يسمعون غربي اكيد سمعوا الاغنيه وحبوا فكره الفرقه. بنفس الوقت شخص اسمه الين، والمحل كان اسمه الين ميلودي الله يرحمه، فكان عنده اهتمام بالفرقه وقال انه انتم راح تنجحون. كان عنده مثل يعني رؤيه مستقبليه، انه احنا الفرقه ان شاء الله يعني راح يكون اكو امل يعني. نعم. حلو. نعم. للفرقه. فعلى حسابه هو كان السبونسر، سجلنا الالبوم وزعناه يعني يعني باعت تقريبا 2000 نسخه يعني. وعلى على يعني على نتيجه هالانتاج اللي ساعدكم فيه هذا الشخص رحتوا على لندن. بالضبط. هو يعني ارت تفضل. هو بوقتها ألن يعني كثير فادنا، كان قبل 2003 قبل الحرب بمده بسيطه، هو كان بعت السيد اللي انتجناه الى بريطانيا يعني لشركات الانتاج وهيك شيء. ف
فبعد الحرب يعني تفاجئنا انه مراسلين صحفيين يعني بعد كانوا الحرب العراق بعد الحرب الاخيره يعني انه مراسلين صحفيين كانوا بدهم يعرفوا عنه لانه الاسطوانه يعني اثارت اعجاب بعض الناس هناك. فبالضبط يعني اجوا وسالوا علينا الصحافه وعملنا انترفيوز ودخلنا انه في يعني سبونسرنج قناه الرابعه البريطانيه رادت انه تجيبنا لانجلترا ورحتوا على انجلترا وعملتوا حفلات وكانت بس ناجحة. قبلها قبلها نعم. يعني لانه من صارت لان الصعوبات هلا حبلش فيها انه صار السبونسر وكل شيء تمام بس احنا ما كان عندنا جوازات سفر بوقتها حرب يعني صدقت. كان عندكم صعوبات بسبب جنسيتكم العراقيه عدم وجود جوازات سفر فلما طلعنا جوازات سفر بعد سنة القناه يعني بعد ما بدها يعني لانه فتره الاهتمام انتهت بس الحمد لله يعني في دائما امل يعني اذا سكر الباب في ينفتح لك نافذه. شركه الانتاج الفرنسيه الفرنسيه نعم. اللي يعني تبنت الفريق وبالفعل يعني عاشت ويانا بكل الصعوبات اخذتنا الى الاردن ست شهور هونيك سبعة شهور لما رتبنا اوراقنا للسفاره البريطانيه وسافرنا على انجلترا وهناك بلشنا الشغل الاحترافي بلش يعني. الشغل كيف يعني شانت كيف بتلاقي الاقبال على حفلاتكم يعني قد ايه راضيين عن اقبال الجماهير على حفلاتكم ومعرفه الجماهير لكم؟ والله هي يعني هي بصراحه واحد ما يحزر طبعا فاحنا اللي علينا نسويه هو نثابر بشغلنا دائما يعني نرجع لبعضنا البعض دائما بالاغاني نحب نتون اصواتنا منيح على مود نكون اقوياء بالساحه والحمد لله والشكر لله صرنا نطلع على الحفلات مثلا كانت اخر حفله اللي هي مهرجان جونيور فيستيفال يعني شلون اقول لك تفاجئنا بالجمهور اللي حافظين اغانينا ومعجبين بينا بحتنا ورا ما خلصنا العالم هجموا علينا ياخذوا صور يعني هذا فرحه كلش كبيره بالنسبه لنا بصراحه يعني راضيين عن نجاحكم يعني عن النجاح اللي وصلتوا له لحد هلا في رضا عن النتائج اللي عم بتحققوها كثير منيح. حسن خبرني عن الانسجام بين الفرقه يعني قد ايه بتختلفوا قد ايه بتتفقوا وقد ايه بياثر هذا الشيء يعني على شغلكم؟ انت قلتيها بصراحه هي بالموسيقى لازم يصير اكو اختلاف بس احنا اصدقاء يعني عندنا من احنا وصغار اصدقاء وصار لنا 8 سنين سوا يعني مو يوم ويومين نروح الجماعه والتعاون مسيطره على الكل وبصراحه يعني دائما اكيد لما يكون اكو يعني راي مخالف نحاول نقنعه نفتهم شنو وجهه النظر وبنفس الوقت يعني دائما حتى يمشي الشغل الاغلبيه يعني قرار الاغلبيه هو اللي يمشي تصويت يعني تصويت بترجعوا بتمشوا على قرار الاغلبيه كيف بتصوتوا يعني انه بيناتنا لانه يعني تعرفي هاي موسيقى يعني اذواق كل بالضبط بس احنا الحمد لله يعني دائما اذواقنا يعني قريبه على بعض متجانسه لانه نفس الموسيقى نسمع نفس يعني دائما متفاهمين بهال اخلد كيف بتختاروا الاغاني يعني الكلمات كيف بتتم عمليه التلحين التوزيع لنوصل للكليب اللي عم نشوفه على الشاشه؟ طبعا اول شيء الاغاني اللي باللغه الانجليزيه كلها من كلماتنا والحاننا عندنا البوم وعندنا اغاني يعني حتى مو بالالبوم راح تنزل كلماتنا والحاننا نعم وطريقه انه يعني كيف تطلع الاغنيه من فرقتنا انه واحد عنده فكره هاي الفكره يعني سمعنا يعني. اي سمعها مثلا الارت عنده فكره الافكار كلها تتجمع باغنيه واحده فلهذا انا اتصور انه هذه احسن طريقه لحتى اغنيه يعني تنجح هذا برايك من اهم اسباب نجاح اغانيكم هي الاغنيه الوحده تتغربل فتكون المحصله كلش قويه الاغنيه تكون يعني بمفهومنا وبنظرنا انه مقبوله يعني احسن كثير والاغاني العربيه طبعا مو لا يعني مو كلماتنا والحاننا اغنيتين هي كلمات طلال قنطار والحانه لغه العين وجميله فهي الاغنيه يعني جميله اول اغنيه اول ما سمعناها حبيناها وقلنا هي هاي الاغنيه اللي لازم كل الجمهور اللي سمع دغري حبوا وحفظها دغري لانه سلسه وقريبه حسينا انه الاغنيه يعني قريبه يعني انه احنا كانه احنا ملحنيها يعني هيك صارت انه حسينا انه هي جزء من رسالتنا يعني لهذا راسا اختاريناها وايضا لغه العين يعني طيب هلا شو حنسمع؟